بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 200. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونتواصل معكم ومع حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نعرض أسئلتكم على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح، حياكم الله وبارك فيكم. بارك الله فيكم وأثابكم الله. نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال، إذ يقول صاحب السؤال: إذا باع شخص نصيبه من الشركة في أرض على آخر وفي زمن الخيار، وبعد أن علم أن الشريك سيأخذ هذا النصيب بالشفعة فسخ البيع، فهل له ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الشفعة حق واجب، حق مشروع للشريك. هذا من حقه أن ينزع الشخص أو القسم المبيع الذي باعه شريكه على رجل آخر، أن ينزعه بمثل الثمن الذي اشتراه به، إزالة للضرر عنه، إزالة لضرر الشركة. بهذا الشفعة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، لا يجوز التحايل على إسقاطها. فإذا علم أن المشتري أن شريكه سينزع الحصة بالشفعة من المشتري ثم يفسخ البيع من أجل إبطال حق أخيه المسلم، هذا أمر لا يجوز. وما المقصود في زمن الخيار؟ الخيار خيار في البيع، إذا كان هناك خيار، إما خيار المجلس وإما خيار شرط بين الطرفين، بأن يكون لكل منهما أو لأحدهما الفسخ في مدة الخيار، فهذا معنى الخيار الذي جعله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا خيار المجلس. وخيار الشرط أن يشترط أن له الخيار مدة كذا وكذا. نعم. ما حكم دفع العربون بارك الله فيكم؟ لا بأس به، الإمام أحمد لا بأس بدفع العربون، فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اشترى وكيله في مكة دارا للسجن وأعطاه العربون، رضي عمر أكمل البيع، وإن لم يرضى العربون له، أقره عمر على ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل للشخص أن يوقف شيئا على أولاده مع أنه يوجد له أب وزوجة؟ نعم، تخصيص بعض الورثة بالوقف لا بأس به، لأنه ليس تمليكا وإنما هو تمليك للمنفعة فقط دون الرقبة ودون العين. فإذا خصص بعض الورثة لحاجته أو زمانته أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج معها إلى المساعدة فلا بأس بذلك، ليس مثل الوصية، الوصية لا تجوز للوارث. نعم. فضيلة الشيخ صالح، ما حكم هذا وقف حال حياة الموقف وبعد موته؟ وبعض العلماء يرى أن الوقف مطلقا لا يجوز للوارث، لأنه يسميه وقف الجنف، كما كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رسالة في ذلك تسمى رسالة وقف الجنف. لكن جماعة من أهل العلم ومن الفقهاء أجازوا هذا نظرا لأن الوقف ليس تمليكا وإنما هو انتفاع فقط، فيفترق عن الوصية للوارث التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الوصية تمليك للرقبة. نعم. ما حكم هذا الوقف حال حياة الموقف وبعد موته؟ يجوز الوقف منجزا في الحياة ويجوز معلقا على الوفاة، لكنه إذا علق على الوفاة صار حكمه حكم الوصية، وأما إذا نجز في الحياة فيخرج عن الوصية. نعم. أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ صالح، هل تقسيم أشراط الساعة إلى صغرى ووسطى وكبرى له أصل من الشرع، وما الذي ظهر منها؟ نعم، أشراط الساعة لها أشراط وهي العلامات التي تدل على قرب وقوعها، كما قال جل وعلا: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة، كما قال سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، قد جاء أشراطها أي علاماتها. والعلماء قسموا هذه الأشراط إلى أشراط خفيفة وأشراط متوسطة
أو أشراط ثقيلة أو كبرى، علامات كبرى وصغرى، علامات صغرى وعلامات كبرى ومتوسطة. قسمها العلماء هذا التقسيم أخذا من النصوص الواردة في ذلك. أما العلامات الصغرى فقد حصلت أو حصل أكثرها، وأما المتوسطة الله أعلم أننا نعيش فيها. وأما العلامات الكبرى فهذه مثل طلوع الشمس من مغربها، ظهور الدجال، ظهور المهدي، ظهور الدجال وخروج الدابة، هذه علامات كبرى تتتابع بعضها إثر بعض حتى تقوم الساعة عند ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: مجموعة من الطلاب استأجروا ثقة وجعلوا بينهم شرطا على أن من يخرج من المجموعة أثناء مدة الإيجار فإنه لا يأخذ ما دفعه من الأجرة، فما صحة هذا الشرط؟ هذا الشرط في نظري لا يجوز، لأنه مصادرة لحق الشريك، حق أخيهم، فلا يجوز هذا الشرط، لأنه أكل له لماله بالباطل. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا السائل يقول: شخصان اشتركا في شركة مضاربة، فقام أحدهم بشراء سلعة من ماله الخاص ثم باعها على الشركة، علما أن شريكه لا يعلم أن السلعة ملك لصاحبه، فما حكم ذلك؟ هذا لا يجوز، لأن الشريك وكيل عن شريكه، والوكيل لا يبيع على نفسه ولا يدخل في الشركة شيئا من ماله، فلا يصح مثل هذا، لأن هذا خيانة للشريك. نعم. حفظكم الله. في ختام أسئلته يقول: إذا كان الرجل في بلاد غير إسلامية ولم يجد من يقبل زكاة فطرته ولا لحم أضحيته، فماذا يفعل، علما أنه لا يعرف أحدا في هذه البلاد؟ أما صدقة الفطر إذا لم يوجد من المسلمين من يستحقها في البلد فيدفعها في مكان آخر، يوصي من يخرجها عنه في مكان آخر في بلده أو في غير بلده وينفذها. وأما الوضحية فكذلك، يوصي من يذبحها في بلد تؤكل فيه مسلمون وتؤكل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، في حج العام الماضي وفي أثناء نزول المطر لبس بعض المسلمين أكياسا بلاستيكية لأجل ألا تتبلل ثياب إحرامهم، فيشق الكيس هو لإخراج الرأس واليدين، فما حكم هذا العمل؟ لا يجوز أن يلبس شيئا على البدن وهو محرم، محيطا بالبدن أو مخيطا، فإذا عملوا هذا ولبسوا هذا المحيط الذي يشبه الثوب إن يكون عليه فدية اللبس، ويخير فيها بين إطعام 6 مساكين كل مسكين نصف صاع من الطعام في مكة، أو ذبح شاة يوزعها على الفقراء، أو عتق رقبة، أو ذبح شاة في مكة يوزعها كفدية من صيام أو صدقة أو نسك، من صيام 3 أيام عرفنا، أو ذبح شاة في مكة يوزعها على الفقراء، أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أيضا في مكة. نعم. يقول أيضا: والعتق لا يأتي فيه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أناب عاجز رجل من أهل مكة في الحج فهل يلزم بالهدي، علما أن المنيب من أهل القصيم؟ نظرنا إلى أن من له الحج تجب الفدية على المتمتع والقارن، وإن نظرنا إلى أن الذي أدى النسك من أهل مكة والمكة ليس عليهم فدية إذا تمتعوا، قلنا ليس فيها فدية، ولكن الذي تبرأ به مما نفت. نعم. تقول: بارك الله فيكم، في حج العام الماضي شخص أنهى طواف الوداع بعد صلاة العشاء وانتظر رفيقا له يعلم أنه سيأتي إليه بعد صلاة الفجر، هل يلزمه إعادة طواف الوداع مرة ثانية؟ نعم، إذا بات في مكة بعد طواف الوداع فيلزمه إعادته، لأنه انتقض بالمبيت في مكة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى أسئلة أخرى. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم الإيصاء للمرأة أو الطفل الصغير أو الإيصاء الشفهي؟ أما الإيصاء الشفهي فهذا لا يثبت إلا بشهود شاهدين فأكثر عند القاضي، وأما الإيصاء للمرأة أو لشخص إذا كان من غير الورثة فلا بأس بذلك. نعم. أبو علي من الجبال من المنطقة الشرقية يسأل حفظكم الله، يقول: هل تجزئ العقيقة بذبح عجل عن الولد بدلا من شاتين؟ نعم، إذا كان العجل قد بلغ 2 سنة فيكون عقيقة، لكن لا يقبل الشرك شريك الاشتراك، لا يقال عن سبع عقائق، لا، هو يكون عقيقة واحدة، كذلك البدنة البعير تكون عن واحد ولا تقبل الاشتراك مثل الأضحية بشرط بلوغ السن. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل براز الطيور أجلكم الله السامعين الذي يسقط على الثوب عند دخولي إلى المسجد يبطل الصلاة؟ لا، هذا طاهر،
ما يحصل من الطيور من الزبل وغاز كما يسميه السائل هذا طاهر لا يضر. نعم. يقول بارك الله فيكم في سؤال الأخير أبو علي: زوجتي أعطتني ذهب فبعته بمبلغ 4200 ريال وصار للمبلغ عندي لها أكثر من سنتين لأني أكلت أو انتفعت المبلغ بعد إذن منها، فهل عليه زكاة؟ نعم، الزكاة تجب عليها هي على صاحبة المبلغ، أما أنت فلا يجب عليك شيء لأنك مؤتمن وديع، فقط تجب زكاة هذا المبلغ على صاحبته عن كل سنة ربع العشر. نعم. يقول أن ملاحظة أن الذهب تستخدمه وتلبسه، لكن ما دامت باعته واحتفظت بثمنه مضى عليه سنة فأكثر تجب فيه الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم لبس ساعة الذهب واستخدام قلم الذهب للاستعمال؟ أما بالنسبة لساعة الذهب للرجال فلا تجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حرم الذهب على الرجال، خاتم وغيره من الملبوسات لا يجوز للرجال، أما بالنسبة للمرأة فلا بأس بذلك أن تلبس ساعة الذهب، أما القلم من الذهب أو شيء فيه ذهب فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: ما حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين وهل هذا يخل بعقيدة المسلم؟ بلا شك أن الذهاب إلى العرافين والكهنة والذين يدعون علم الغيب أن هذا والعياذ بالله ضلال وقد يصل إلى الكفر. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا سأله عن شيء فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا في صحيح مسلم. فلا يجوز الذهاب إلى الكهان لأنهم يدعون علم الغيب. الذي يدعي علم الغيب يكون كافرا لأنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الذي يذهب إليهم ويرى بفعلهم ويصدقهم يكون مثلهم. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل يقول: ما هي الأسباب المعينة على الثبات على الدين؟ دعاء الله جل وعلا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما قال النبي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، والمؤمنون قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيكثر من الدعاء في أن يثبته الله على دينه، وأيضا لا يعجب بعمله أو يستكثر عمله، وأيضا لا يقنط أو يقنط من رحمة الله، لأن الذي قال لأخيه بني إسرائيل كان له أخ على الذنوب فينصحه ثم لا يتركها ثم يراه ثم ينصحه، فلما كثر ذلك قال والله لا يغفر الله لفلان. قال الله جل وعلا: من ذا الذي يتعلى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عمله. فلا يجوز الإنسان يقنط من رحمة الله أو يقنط الناس من رحمة الله عز وجل. تجنب كل أسباب الردة التي تفسد الدين، ومن هنا يعلم ضرورة أن الإنسان يتعلم العقيدة الصحيحة ويتعلم ما يضادها ويفسدها وما يخل بها حتى يسلم من هذه الأمور. نعم. أيضا نسأل يقول سؤاله الأخير في هذه الرسالة: كيف يكون شكر النعم؟ هل هو باللسان فقط؟ شكر النعم يكون باللسان بالثناء على الله عز وجل والاعتراف بها، ويكون بالقلب باللسان في الثناء على الله والتحدث بالنعمة، أما بنعمة ربك فحدث، ويكون بالقلب اعترافا بها أنها من الله عز وجل وليست بحوله ولا قوته، ويكون أيضا بالفعل: اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكور. الشكر يكون بالثلاثة: باللسان وبالقلب وبالأفعال، وهذه أركان الشكر التي لا يتحقق إلا بها. نعم. أيضا نسأل حفظكم الله السائل أبو معاذ من الرياض يقول: أيهما أفضل، الصلاة في مسجدي القريب من بيتي أم البعيد لكثرة الحسنات؟ كلاهما جائز، والبعيد أفضل لكثرة الحسنات أو لكون إمامه له فضيلة أو تستفيد منه أو تخشع خلفه أكثر من غيره. فإذا كان الصلاة في البعيد لها أسباب شرعية فهو أفضل، وإذا ترتب على ذهابك إلى البعيد أن إمام المسجد القريب يكون في نفسه شيء أو يكون في جماعة المسجد شيء وتشكك فيه فإنك تصلي في القريب. نعم. يسأل حفظكم الله أيضا يقول: صلاة الليل مثنى مثنى، لو صلى الإنسان 4 ركعات بسلام واحد ثم أوتر؟ هذا لا يكون إلا في الوتر. صلاة الليل مثنى مثنى، ولا يصلي 4 بسلام واحد، وإنما يصلي 5 أو 7 أو 9 بسلام واحد، من أنه من باب الوتر فلا بأس بذلك. نعم. أما التهجد فيكون ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. نعم. بارك الله فيكم. انتقل إلى هذا السائل حفظكم الله
من الخرج محمد يقول: ما توجيهكم لمن يكثر الملاحظات والشكاوى بكثرة في المساجد بسبب وبدون سبب مما يسبب الفرقة والفتنة في بيوت الله وبين أيضا أهل المسجد؟ على المسلم أن يحسن سلوكه مع الناس ومع إخوانه المسلمين وجماعة المسجد، ولا يكون منه شيء من ما ينفر الناس أو يسيء إليهم من التشكيات أو من الكلام في بعضهم، يجنب هذه الأشياء. يسأل حفظكم الله يقول: كثر الحسد في الآونة الأخيرة، فكيف يعالج الإنسان نفسه من هذا الداء؟ يستعيذ بالله من الحسد ويتوب من الحسد، ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل يدعو لهم بالبركة. قال جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، الرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. قال جل وعلا في اليهود: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ حسدوا رسولنا صلى الله عليه وسلم، حسدوا أمته على ما أعطاهم الله من الفضل، خصهم به من بين الأمم، فحسدوهم وحملهم هذا على الكفر والعياذ بالله. كما أن الكفر حمل إبليس على الكفر لما حسد آدم عليه الصلاة والسلام، حمله ذلك على الكفر بالله عز وجل. إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين لما أبى السجود لآدم. فالحسد داء ذميم، فالمسلم يطهر نفسه من الحسد ويدعو للناس بالبركة ويسأل الله من فضله أن يعطيه مثل ما أعطاه. وهذا ما يسمى بالغبطة، أن تتمنى أن تكون مثل فلان في الخير هذا أو في الإنفاق في سبيل الله، هذا من الغبطة وهذا محمود وفيه أجر. أحسن الله إليكم. أيضا يقول: ما معنى قول عمر رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين؟ وكيف أفرد لفظة العسر وثنى كلمة اليسر مع أنهما في سورة الشرح مثنى؟ نعم، هذا ما أخذ من هذه السورة، الله جل وعلا قال: فإن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. فالعسر إذا جاء بأل فهو واحد، أما إذا نكر يسرى فإنه يتكرر يكثر. هذا وجه الأخذ من هذه السورة. نعم. أحسن الله إليكم. يسعد يقول: الدعاء عند الملتزم هل ورد فيه فضل؟ نعم، يستحب الدعاء عند الملتزم، وهو ما بين الركن الحجر الأسود والباب، باب الكعبة، يقف في هذا المكان ويدعو الله إذا تيسر له هذا، يدعو الله بما شاء من أمور دينه ودنيا، يرجى له الإجابة. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى أسئلة بعثتها أم محمد من المدينة المنورة، تقول: أيهم أفضل، الصلاة في المدينة أم في مكة؟ صلاة في مكة أفضل، بنص الحديث: صلاة في مسجدي هذا عن المدينة خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من 100,000 صلاة فيما سواه. ما الفرق بين 100,000 وبين 1,000؟ فرق بعيد. نعم. أيضا تقول السائلة: كيف تكون الرقية الشرعية وهل تكفي آيات متفرقة من القرآن؟ تكون الرقية الشرعية بالفاتحة، سورة الفاتحة وتكرر، وبسورة الإخلاص والمعوذتين، وتكون بما تيسر من القرآن. القرآن كله لله الحمد، كله ذكر وكله دعاء وكله خير. نعم. سؤالها الأخير تقول: ما حكم السجود على أطراف الأصابع أثناء السجود وعدم بسط اليدين أو اليد؟ نعم، لابد السجود على 7 أعضاء: على الوجه، على الجبهة والأنف، وعلى اليدين، وعلى الركبتين، وعلى أطراف القدمين. القدمان يسجد على أطرافهما، يجعل أصابعه أصابع الرجلين على الأرض، وإن جعل بطونها على الأرض ووجوهها إلى القبلة فهو أفضل. واليدان مبسوطتان على الأرض، الكفان مبسوطتان على الأرض، وأما الذراع فيرفعه، نهى صلى الله عليه وسلم عن افتراش الكلب الصلاة وهو بسط الذراع، وأما الكفان فيكونان مبسوطين على الأرض. نعم. أحسن الله إليكم. هناك من يسجد على قطعة من القمر أو على طرف الشماغ، أو أحيانا العمامة تعيق ذلك، أو الطاقية، ما حكم ذلك؟ هذا يكره إلا إذا كان هناك حاجة إلى هذا، كان يكون المكان حارا أو فيه شوك أو فيه نوع من الروائح الكريهة، يجعل وقاية دون يديه ودون وجهه لا بأس بذلك، أما من غير حاجة فيكره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: هل المسح على الخفين من أول حدث بعد الطهارة أو من أول مسح بعد الحدث؟ قولان لأهل العلم،
الراجح والله أعلم أنه من الحدث، من الحدث بعد اللبس على طهارة، لأنه إذا حدث انتقضت الطهارة التي بنى عليها ولبس عليها الخفين انتقضت، فيبدأ المسح من هذا الوقت لأنه سبب المسح، لأن الحدث هو سبب المسح. نعم. يقول: هل الوارد في السنة حف الشوارب أم حلقه مع الدليل؟ الوارد حف الشوارب وجز الشوارب وإحفاء الشوارب، أما الحلق فلم يرد في الأدلة فيما أعلم، ويكره الحلق لأن فيه تشويها للوجه. نعم. كثرت في الآونة الأخيرة ظاهرة قطيعة الأرحام، وقد يكون للوالدين دور في ذلك بانحياز الأم مع البنات والوالد مع الأولاد، نرجو الحديث عن ذلك وعن هذه المسألة. بلا شك أنها كثرت القطيعة الآن بين الأقارب، وكثر تفكك الأسر بسبب المدنية الحديثة وبسبب التغريب الذي جاءنا، يحذر من هذه الأمور. وهناك دعاة الآن في الصحف وفي غيرها يحذرون من العنف، يعني أن الوالد لا يربي أولاده والأم لا تربي أولاده، ويسمون هذا عنفا وينفرون الأسرة بعضها من بعض. هذا من أسباب القطيع. الواجب أن يعرف هذا وأن تتكافل الأسرة وأن تقوم التربية بين الوالدين والأولاد، كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فرقوا بينهم في المضاجع. الله جل وعلا قال: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كما ربياني دل على أن الوالدين يربيان الأولاد، وأن هذا من حق الأولاد عليهما. فيجب تعريف الأسر بعضها مع بعض، صلة الأرحام، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بالوالدين إحسانا، وبذي القربى، وآتي ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل، ذي القربى له حق. فيجب أن نعرف الناس بهذه الأمور والروابط الشرعية التي تجمع الأسر، تؤلف بين القلوب، أما أن يشاع في الناس أن هذا من العنف وأنه ليس لأحد ولاية على أحد ولا وصاية على أحد، هذه كلها مما أحدث هذه القطيعة بين الناس. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وبعلمكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. شكرا لكم، وهذه تحية من الزميل بخيت خليفة الدوسري الذي سجل هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.